الصيف خلاص على الأبواب، الناس بدأت تخفف لبسها عشان حرارة الجو، وبطبيعة الحال إن الإنسان في فصل الصيف بيشرب مية كتير جدا وبيخفف في الأكل، وبيبقى دايما بنتجه كده للأكل أو الفواكه اللي فيها مية كتير أو الأكل اللي بيبقى فيه مية كتير على عكس الشتاء. في بقى أسئلة كتير بتدور في الموضوع ده، هل بالفعل العادات دي أو الاختلاف ما بين العادات اللي بتختلف ما بين الصيف والشتاء ممكن يكون ليها تأثير سلبي على أصحاب الأمراض المزمنة زي السكر، الضغط، القلب ولا لأ؟ بكل تأكيد طبعا عايزين نعرف هذه التفصيلة المهمة جدا، وكمان إزاي أصحاب هذه الأمراض يحافظوا على نفسهم مع قدوم فصل الصيف، إيه الحاجات اللي المفروض إن هم يعملوها، إيه الحاجات اللي المفروض إن هم يتجنبوها. كل هذه الأسئلة هتجاوبنا عنها دلوقتي ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير. يا أهلا صباح بيك. الخير على مصر كلها. يا اهلا بحضرتك. أهلا في البدايه طبعا مع بدايه ودخول فصل الصيف، ازاي اصحاب الامراض المزمنه يحافظوا على نفسهم في هذه الفتره؟ شوف، قبل ما نتكلم عن الامراض المزمنه لازم نفهم هو ايه اللي بيحصل. الطبيعي ان احنا جسمنا برد حر في اي وقت، احنا جسمنا درجه حرارته الداخليه واحده. طيب في مشاكل بتحصل فيخلي درجه الحراره الداخليه تتاثر، بمعنى انه حد ما بيشربش ميه وفي حاله جفاف، هل هو السيستم الكولينج سيستم بقى بتاعه او الجهاز بتاع التبريد بتاعه مظبوط؟ اكيد لا، لانه ايه اللي بيحصل؟ انه ارتفاع درجه الحراره بيخلي انه الاوعيه الدمويه تتمدد، بيخلي انه يحصل عرق او تخلص من السوائل الزياده اللي موجوده سواء عن طريق الجلد او الغدد العرقيه او الكلى. وبالتالي انا لو في حاله جفاف وما عنديش ميه كفايه في جسمي هيحصل انه التمدد ده هيحصل، مش هيحصل تعرق مظبوط، درجه الحراره الداخليه هتزيد، ده ممكن يتسبب بقى في مشاكل زي تورم القدمين، الطفح الجلدي، ارتفاع ضغط الدم او انخفاض ضغط الدم برضو عند بعض الناس حسب بقى الريسبونس هيبقى عامل ازاي. طب تخيل بقى ان ده عنده مرض مزمن اوريدي، هو حالة الجسم بتاعته مش طبيعية أو حالة الشرايين بتاعته مش طبيعية، يعني مثلا الناس اللي بتعاني من ارتفاع ضغط الدم أو اللي بتعاني من تصلب في الشرايين بتاعتها أو اللي بتعاني إنه الكلى بتاعتها فيها مشاكل، أكيد أكيد إنه التعرق بتاعه مش هيكون مظبوط، وأكيد إنه هيحصل خلل في المعادن الموجودة في جسمه وده هيتسبب في مضاعفات خطيرة. يعني بالفعل الاختلاف درجات الحرارة بتفرق. أكيد. طيب اكيد في هذه الحاله بقى ايه الطرق اللي ممكن اصحاب هذه الامراض المزمنه تحديدا ازاي ياخدوا بالهم خلال فصل الصيف؟ هل الموضوع متعلق فقط بالميه؟ طبعا ميه نمره واحد، يعني احنا الاول ان احنا نتجنب ان احنا نبقى موجودين في درجه حراره مباشره او في الشمس المباشره، ما نعملش اي مجهود بدني زياده عن اللزوم في درجه حراره في المكان، في اماكن مفتوحه. في ناس شغلها بيتحتم عليها ان هي تبقى موجوده مثلا في الشمس الساعه 3 الظهر، ده لازم يكون حاطط طبعا حاجات وقائيه للجلد وحاجات وقائيه للراس ولازم يبقى بيشرب ميه كتير وازازه الميه جنبه طول الوقت. ممكن يتطلب منه ان هو مش بس ياخد ميه، ياخد ميه واملاح عشان يتجنب الجفاف، ممكن ياخد مثلا محلول معالجه الجفاف محطوط في ازازه الميه عشان يتجنب ان هو يحصل جفاف بصوره كبيره. الناس اللي بتلعب رياضه طبعا تتجنب الاوقات اللي هي فيها درجه الحراره عاليه، الملابس طبعا تبقى قطنيه وخفيفه، كل ما اقدر ان انا اقعد في مكان مترطب بصوره جيده ده هيبقى افضل قدام مروحه مثلا او حاجه. بس طبعا نمره واحد هي شرب الميه او الميه كمان اللي معاها املاح لو انا اضطريت ان انا اخد محلول معالجه الجفاف. طيب هو ما فيش شك طبعا ان الميه مهمه جدا جدا لجسم الانسان ولوظائف كل اعضاء جسم الانسان، لكن احنا في الشتاء زي ما ذكرنا ان احنا تقريبا ما بنشربش ميه في الشتاء، وفي ناس للاسف حتى في الصيف مش متعوده تشرب الميه. ده حقيقي. لازم اقول لك انه احنا ممكن نعوض شويه من الميه دي عن طريق الخضار والفاكهه اللي فيه ميه، يعني مثلا احنا ربنا انعم علينا بالبطيخ الجميل، البطيخ الجميل ده حوالي 95% منه ميه، فدي حاجه جميله، السعرات الحراريه بتاعته مش عاليه وجميل جدا. الخيار، الطماطم، الفراوله، الخس. معلش الف سلامه يا فندم. ميرسي، الله يسلم. الخس، الخيار، كل ما هناخد حاجات فيها ميه كتير كل ما ده هيساعد على الترطيب.
غير كمان ان احنا ممكن نشرب ميه، ممكن نشرب ميه متقطع معاها مثلا شرايح ليمون، متقطع معاها خيار. لكن في ناس تيجي تقول لك بقى انا هاخد عصير بقى، اخد عصاير بقى. اول حاجه هي العصاير دي سواء فريش او سواء معلبه، خلينا نتكلم عن الفريش الاول. ما هو ده سعرات حراريه، وسعرات حراريه عاليه جدا، وممكن كمان يبقى متضيف لها سكريات، فده هيزود السعرات الحراريه بتاعتها بصوره اكبر. فاذا انا مش مسموح لي ان انا اخد عصاير فريش كده على عمال على البطال. ممكن اخد حاجات عشبيه، يعني ممكن اخد مثلا ليمون ومعاه نعناع، ممكن اخد نعناع فريش مثلا، ممكن اخد مثلا حاجات زي الكركديه مثلا، او الحاجات اللي هي مشروبات رمضان اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الحاجات دي ما فيهاش سعرات لو احنا ما اضفنا لهاش سكريات بكميه كبيره. واحنا بنتكلم عن العصاير، واحنا دلوقتي في الصيف في برتقال وفي بطيخ، ممكن نعمله حتى من غير ما نزود له سكر، من غير ما نزود سكر ده كويس حتى لو كميات كبيره. ما هو انا بقول لحضرتك انه في الاخر هيبقى فيها مثلا برتقالتين وخمس ست شرايح بطيخ. انا النهارده الكوبايه دي ممكن يبقى فيها مثلا حوالي 120 سعر 130 سعر. طب انا شربت منها كذا مره في اليوم، فانا كده يعني ممكن ازود سعرات على نفسي، خصوصا الناس اللي هي عايزه تعمل نظام غذائي وعايزه تتبع نظام غذائي. فيبقى انا لازم برضو اقنن قصه العصاير دي حتى لو هي فريش. وزي ما قلت لحضرتك اديتك بدايل، ممكن تكون زي عصير الليمون مثلا بالنعناع، ممكن يكون السعرات الحراريه بتاعته اقل بكتير وما اضيفش سكر، او ممكن اضيف بدايل السكر. طيب جينا بقى للعصاير المعلبه، لا دي مشكله تانية، لان انا بقول ان احنا عندنا اضطراب ممكن يحصل في المعادن الموجوده في الجسم. طب الاضطراب ده انا كمان واخده حاجات فيها مواد حافظه، يعني فيها صوديوم زياده وفيها سكر زياده بصوره كبيره جدا واضافات كتير جدا، فده ممكن يعمل لي خلل اكتر من ان انا يعني اتحريت، او ان انا ما فيش تعرق، او ان انا في حاله جفاف في الجسم. دكتور، لما حضرتك قلتي او على ذكرك يعني محاليل الجفاف، دايما بيبقى في حاجات كده وعكسها، يعني في حاجات بتبقى اكستريمز او بتبقى في حاجات زياده قوي عن حدها، يعني حتى زي ما بنتكلم على قله شرب المياه، في ناس مهووسه بفكره شرب المياه كتير قوي قوي قوي. فانا فاكره موقف حصل قدامي، انا ما اعرفش هو صح ولا غلط، بس انا استغربت لان لقيت حد حاطط فعلا في ازازه مياه محلول جفاف وماشي بيه، بس هو شخص مش بيعاني من شيء يعني، بس هي فكره ترطيب للجسم، خاصة دلوقتي محلول الجفاف مبقاش زي زمان، يعني بقى فيه أطعمة مختلفة وموجود سهل جدا ان هو يتجاب، مفيش فيه أزمة. هل ده غلط ولا صح؟ ما هو انا ما اخدش حاجه برضو على عمال على البطال، لان انا ما هو محلول معالجه الجفاف ده فيه مثلا بوتاسيوم زياده، فيه صوديوم زياده، فيه انا النهارده لما هاخد معادن زياده عن حاجه جسمي، ما هو برضو ده هيعمل اضطراب. ف يعني ما اعتقدش ان الحاجه دي المفروض ان احنا ناخدها بدون ما يكون عن علم، او احنا سالين حد يقول لنا ده مظبوط ولا لا، او ده مناسب لينا ولا لا. طيب هل الموضوع مرتبط بتعرضهم لاشعه الشمس المباشر؟ طبعا اكيد تعرض لاشعه الشمس المباشر ده يعني هو هيتسبب في مضاعفات سريعه، لانه احنا بيحصل تمدد للاوعيه الدمويه سريع، ممكن يحصل اغماء، ممكن يحصل تشنجات، فطبعا احنا عايزين نتجنب ده بصوره كبيره جدا. وبرضو انا بقول لو شخص طبيعي وبيتعرض لاشعه الشمس وبيشرب ميه كويس، فده هيبقى كافي بالنسبه له، ومش يعني ممكن ما يضطرش ياخد حاجه تانية الا اذا كان في مرض مزمن ولازم ان هو بقى ياخد حاجات تعوض السوائل اللي هو بيفقدها. لكن بما اننا احنا دلوقتي بنتكلم عن التعرض المباشر لاشعه الشمس، اعتقد ان الموضوع بيزداد صعوبه لو خارج كمان من تكييف. احنا بنتكلم دلوقتي في اصحاب الامراض المزمنه. احنا لو خارجين من التكييف، احنا درجه حراره جسمنا احنا مظبطينها، واحنا الاوعيه الدمويه بتاعتنا مظبوطه، الجهاز العرق شغال كويس والدنيا كويسه، وبعدين اتعرضنا لصدمه مباشره لوجودنا في درجه حراره عاليه في الشمس، فطبعا يعني احنا هناخد فتره على بال ما يبدا جسمنا يأدبت مع درجه الحراره اللي هو اتعرض لها مره واحده دي. فطبعا احنا يعني نقفل التكييف ونستنى شويه وبعدين نبتدي ننزل بقى طبعا زي ما قلنا الاحتياطات اللي احنا بناخدها واحنا خارجين. طيب خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتقولي لنا جدول كده لاصحاب الامراض المزمنه، خاصه في فصل الصيف طبعا، يتعاملوا بيه على مدار اليوم. خلينا نقول الاول رفلي كده، انت لو وزنك 70 بتقسم ال 70 على 7، يعني انت ليك 10 كوبايات ميه في اليوم. درجة الحرارة عالية وانت متعرض لدرجة حرارة لأشعة الشمس المباشرة،
طبعا ممكن تزود ده ل 12 كوبايه او 13 كوبايه في اليوم، فده مهم جدا. ما بحسبش بقى من السوائل دي عشان دي غلطه كمان، الشاي والقهوه وال ليه ما فيها ميه؟ لا احنا اي الكافيين بعد نسبه معينه، يعني انا بتكلم بعد 400 ملي جرام تقريبا بيبتدي يبقى مضر للبول. فده بيخليني افقد ميه كتير من جسمي، وفقدان الميه من الجسم ده بيعمل برضو مشاكل. طيب ما انا انا بالظبط هيبقى عندي حاله جفاف وانا ما عنديش ميه في جسمي كفايه، وانا جسمي مش قادر يعرق او مش قادر يطلع الميه اللي جواه دي، وبالتالي ده هياثر على درجه حراره الجسم، هيخلي درجه حراره الجسم الداخليه عاليه ويبتدي يحصل مضاعفه. فلازم نخلي بالنا انه الشاي والقهوه مش محسوبين معانا في الميه بتاعتنا. طيب هبتدي اكل حاجات خفيفه زي ما قلت، يعني ممكن اخد الصبح مثلا وجبه زبادي عليها مثلا حبوب بليله، اوكي. ممكن اخد مثلا طبق الوجبه المفضله عند المصريين البطيخ والجبنه البيضه، مش دي حاجه حلوه وجميله بيحبوها في فصل الصيف؟ البطيخ لا ما احنا بقى بنتكلم في الاملاع. ماشي، انت اللي قلت الوجبه المحببه عند المصريين لا احنا عارفين الجبنه البيضه. طيب جبنه بيضه ملح خفيف كده. ماشي. طيب بعد كده ممكن ناخد مثلا كوبايه عصير، مثلا ممكن يبقى عصير البطيخ زي ما قلت او عصير برتقال. وجبه الغداء ممكن تبقى سلطه مثلا متقطع معاها شرايح فراخ، وممكن احط معاها مثلا شويه حمص. بعد كده ممكن اخد كوبايه عصير، او ممكن اخد الفاكهه في صورتها الطبيعيه، وده افضل طبعا عشان يبقى فيه الياف وما نحسش بالجوع. وبعدين بالليل قبل النوم ممكن اخد مثلا برضو زبادي، ممكن مضروب في الخلاط مع ليمون او مع اي نوع من الفاكهه تاني. طيب هل هذا الجدول وهذه الروشتة تصلح لكل الناس من اصحاب الامراض المزمنه، رجال سيدات؟ عمر ما في نظام غذائي يصلح لكل الناس. والحقيقه انه الصح انه دايما النظام الغذائي لازم يبقى تيلرد او كاستمايز على متفصل على الشخص، على حالته. مريض السكر، مريض السكر ده ممكن يكون من النوع الاول وبياخد انسولين، ممكن يكون من النوع الثاني وبياخد برضو ادويه، بياخد ادويه مش معتمد على الانسولين. مريض الضغط، هل هو ده الضغط بتاعه في المتوسط ولا الضغط بتاعه عالي؟ هل في مضاعفات؟ هل في مشاكل في الكلى؟ كل واحد يعني احنا اللي احنا بنقوله ده حاجه اللي احنا ازاي ممكن نمشي النظام. لكن كمياته ويفيد الحوامل برضو ولا كده يبقى في عناصر ناقصه للسيدات هي الحوامل؟ هي السيدات الحوامل طبعا ليهم بريكوشنز او ليهم تحفظات جدا 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 في موضوع درجه الحراره، لانه طبعا الست الحامل دي معرضه لارتفاع ضغط الدم، ولو ارتفع ضغط الدم دي مشكله كبيره جدا، ممكن يتسبب لا قدر الله في تسمم حمل. فاحنا الروشته دي مش للحوامل اكيد، والحوامل كمان سعراتهم الحراريه اعلى بكثير من الشخص العادي، خصوصا لو هي في مراحل الحمل الاخيره. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه النصايح وهذه المعلومات المهمه اللي المفروض كلنا يعني ناخد احتياطاتنا بشكل عام، سواء كانوا اصحاب او من اصحاب الامراض المزمنه، لانه التعرض بشكل مباشر لاشعه الشمس، الوجود في مكان فيه تكييف عالي وبعد كده درجه حراره مرتفعه، بكل تاكيد ليه تاثير كبير جدا على حياتنا. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتوره ريهام صفوت، استشاري التغذيه العلاجيه.